تشارك عم نتقاسم الموارد عم نتحالف عم نتخاصم بيني وبينهم قاعد عم نتشارك عم نتقاسم الموارد عم نتعالى عم نتعاصم بيني وبينهم قاعد عم نتشارك عم نتقاسم الموارد لا مش وارد بلا وارد هالطبيعة الإنسانية بدي أكل واتوسع كان لهم فترة بيحكوني وأنا مادد النصاني شكلهم كانوا يسمعولي واكتشفوا إني نوراني وبس أرضت للدنيا عظامي عرفت إنه مني ضدن أجلولي انتقامي غريوني بمقعد حدن بدن تلميذن طليق وبياخد شو ما بيتمنى اتركوا يغني للطريق ويشغل دماغه عنا وأنا أسد جريح الجسد والروح بالخطية راغب سنولي نيابه ركبولي مخالب بدي حارب بس تقدر حارب بدي كون الغالب افهم هالقالب وقدم لهم أكتر مني منن جالب بكاب بتقلي بدل الخطوة عم عربش أدراج رباع الهبل الحد هم بنسطوة عم راكم سلطة وأتباع بيفقع لن قلبن إني بهالدرجة والمكانة وبعدني بسكر بعدني بسخر بعدني بفضح بالأغاني لو غيري قام بخطواتي كان طفري أو داء نحاسي بس بيخلوني ضماني كونه دماغي ما في مثله تاني عم نتشارك عم نتقاسم الموارد نتحالف عم نتخاصم بيني وبينن قاعد عم نتشارك عم نتقاسم الموارد عم نتعالى عم نتعاصم بيني وبينهم قاعد عم نتشارك عم نتقاسم الموارد لا مش وارد بلا وارد هالطبيعة الإنسانية بدي أكل واتوسع بيني وبينن قاعد بدي هالمسافة تبعد هني غلطة هني صدفة أنا استاهلتن هالمقعد عشاي بطل سرح ولي 12 يوضاس كسر طول الدائرية وبركب عرشي عالراس ندمو إنه اضطر أقولي هلأ ما بينفع الندم بيركب مربط بزرع علم مطرح مطوطة هالقدم نعم أدلات بقسم كلماته من دماغي انمحت عيني عراس الهرم والوفا رابطني تحت نحت مهندس كل خطوة مثل الكاهن يوم الحد أفعم جلجلة باللطوة ناطر فرصة تنقد واغرز بالرقبة ما بينفع وحده الكلام هون الدم واحد عاجري بيجري سمي بالشريان لهالعقارب ما بنضخ ثعبان بحكمة مرسول جعان مش فاضي انضخ خرمان بهضم سموم ونفوسن الشنيعة بيلتهمى نص الدفين فكرن انه روحي ببيعة وروحي ارتقت منذ سنين عارف حالي داري هاري دماغي قد ما قاري عارف حالي ساحر باري قاري قد ما ناحر ناخر عارف حالي هالي فالي ومالي هندلالي عارف حالي مارد فمش وارد ضلني جامد بيني وبينن قاعد لا مش وارد ضلني بيني وبينن قاعد لا مش وارد ضلني بيني وبينن قاعد لا مش وارد ضلني بيني وبينن قاعد بيني وبينن قاعد